ساكيرو شد دايت وايز. اللعبة فازت بأفضل لعبة في العام 2019. تبي تعرف ليش؟ تابع الفيديو هذا. أيوة يبدأ زي أي لعبة دارك سولز، يبدأ زي كذا تقدر تقفز هنا حكس دارك سولز وتتسلق. يا سلام على الحرية. أيوة أشينا، هلا بأشينا. أشينا إيه يا أشينا، بتشوف العجائب هنا في أشينا. واحدة من الأساسيات في سكيرو الستيلث، لازم ما تكون دائما حذر وخفي. لكن يعني الشيء الجميل في سكيرو انك تبدي وما عندك اي سلاح. كيف تذبح الانمي؟ لازم سلاح، يعني حتى لو سكينة، سكينة ما عندك. ايوه الحين صار عندي سلاح، بس السلاح هذا ايش تسوي؟ يا سلام الحين اوريكم ايش تسوي بالسلاح هذا. تقدر تسوي بالسلاح هذا مثلا كذا. سلام، تقدر تسوي بكذا. وتقدر تسوي بالسلاح هذا كذا. اضرب تسيبه كذا، تسيبه كذا. أول شخص ممكن تقابله في سكيرو يعرفك ليش اللعبة هذه صعبة، هذا اللي هنا. تعال يا أبو ساموراي، تعال يا أبو ساموراي. اغرب شيء ممكن تشوفه سكيرو المخلوقات العجيبة هذه. اتخيل ذبحني. اوكي اوكي المحاولة الثانية. يعني فايز قبل شيء على بوس نهاية البحكة حاجة زي كذا. لا عبد لا بس سلام. الحين انت رايح
لما يقول لك ايش، لما يقول لك واحد احفر قبرك بنفسك، هذا هو انك تحفر قبرك بنفسك كذا. احبك يا عثمان يا قلبي يا ماكينه يا ماكينيكي. ولا ما يريك اتعب عن فيدي لا تسيبني وحدي. لا تفشلنا عند الرجاجيل، خلك وجها لوجه، هذه مواجهة أسلو ملعب. وين؟ إيش؟ لا تفشلنا عند الرجاجيل، لازم تواجه الرجال وجها لوجه. شف مرك. والحريم لا تفشلنا عند الحريم. القرم. هيوه. طبعا اذا فزت على البوس هذا من اول جيم بلاي لك، عارف انك انت اسطوره. طبعا انا نار طعم اكيد يعني، بس عشان ايش ما ابغى احرق عليكم، فممكن اخليه يهزمني. بس شيء ثاني مسكره من العجله الندامه. اوكي ضرب له ضربه. اوكي انا اعتبر نفسي فايز. الهربة ما في مرة. Why are you running? تعال ضربني هنا. يلا العدو من أمامنا والبحر من خلفنا. ما في بحر يعني، عارف أنت إيش المقصد. ما في مهرب. يا سلام، هذه حركة احترافية طبعا. هذه حركة احترافية. حبيت اليوم بس نوعا ما اغير جو، اغير شويه في اسلوب المقاطع. اكتبوا في التعليقات ايش رايكم بالمقطع بشكل عام يعني، واكتبوا في التعليقات اذا حابين تشوفون جزء ثاني للمقطع هذا او لا. معكم نايف سنسه، شوفوا ان شاء الله على خير في المقاطع الجايه. السلام عليكم.